نبدأ الآن بسؤال موجود عندكم بالاكتيفيتي بوك. افتحوا إذا سمحتوا كتابكم الاكتيفيتي بوك، الكتاب الأزرق، كتاب الطالب اللي بنحل منه، وبيج 5 الصفحة الخامسة. تمام؟ طيب شوف السؤال، عم بيقول لكم هذا السؤال ماتش. ايش يعني ماتش؟ يعني وصل. ماتش each of the words A to D with two of the meanings 1 to 8. يعني انتوا فعليا في عندكم كلمات from A to D مرتبين من حرف الA للD with two of the meanings، وايضا عندكم معاني من 1 ل 8. تمام؟ يعني كل كلمة A, B, C, D 4، والمعاني من 1 ل 8 8 معاني، معناته كل كلمة كم معنى بده يطلع لها؟ بده يطلع عندها معنيين. تمام يا كرام؟ طيب تعالوا نشوف. A case أخذناها، والله نحن كلمة case أخذناها. شو هي المعاني اللي بدها تاخذها؟ تعالوا نشوف المعاني. طبعا هي يا اما بتكون in our مثلا حقيبة أو قضية. تمام؟ تعالوا نشوف حسب سياق الجملة. إذا كانت إلى علاقة في القضية وفي المحاكم هيكون إلى معنى، وأيضا حقيبة إن غالبا بس تجيكم كلمة إن لتكون حقيبة. شوفوا هلا noun، طبعا هون case هي اسم صح؟ يا أما قضية أو حقيبة هي اسم. أول معنى إلى اللي هي رقم 2، بدكم توصلوا مع رقم 2 the subject of a police investigation. تمام؟ اللي هي شو؟ الموضوع يلي عم يحقق في اللي عم بتحقق فيه الشرطة. investigation هي إيش؟ التحقيق. تمام؟ إذا الموضوع اللي عم يحقق فيه الشرطة أصلاً بس شفنا كلمة بوليس أكيد يعني هاي العلاقة في القضية مو بالحقيبة، صح؟ إذا هذا أول معنى لكلمة case. طيب المعنى الثاني هي five. very good رجاء سدرة. تمام؟ very good. إذا five a container for carrying luggage or papers. إذا شو؟ يعني خلينا نقول يعني الكونتينر مثل هي بتجي بمعنى مثلا يعني الحاوية أو إنه يعني المكان اللي بيحتوي فيه اللي بيضم فيه carrying اللي بيحمل فيه اللاجج اللي هي إيش اللاجج؟ يعني الأمتعة، الأغراض or papers. يعني صح الاحتواء. شطورين، هاي كلمة كنت عم دور عليها. تمام. إذا بيحتوي جواته شو؟ الأمتعة أو الأوراق. تمام. إذا هدول معناته شوفوا، أنا بدي هدول الجمل كتير مهم إنه نحفظهم. تمام. ليش أنا بقول لكم دائما احفظوا الشيء بالإنجليش وليس بالعربية؟ يعني إذا جتني بالامتحان إذا قالوا لكم شو هي الكلمة اللي بتدل على a container for carrying luggage or papers، شو هي الكلمة؟ والله أنا أصلا ماني فهمان شو الجملة. تمام؟ لازم نحفظ المعنى هذا بالإنجليزي لحتى نعرف إنه هاي بتدل على case. تمام؟ يلا two card. تمام؟ اللي هي إذا نعرف إنه بتجي بمعنى ملعب أو محكمة. نشوف شو هي الجمل اللي بتدل على هذا المعنى. for 8 سائرة عم بتقول for an 8. والله جوابك صح. طيب إذا نشوفوا بالمعنيين هي noun، هي اسم، يا أما بتجي بمعنى a place where people play tennis or squash، المكان اللي بيلعبوا فيه الناس تنس أو squash، أو بتجي بمعنى the place where a trail is held، يعني المكان الذي ترفع فيه المحاكمات، أو يعني المكان اللي بيعملوا فيه القضايا والمحاكمات وكذا، هي إيش؟ المحكمة. تمام؟ طيب شطورين، يلا fine، يلا اكتبوا لي أجوبة fine. شطورين. إذا هي الغرامة أو بتجي بمعنى جيد. قلنا إنه الغرامة دائما بس شوف كلمة pay بعرف إنه والله هون fine بده يدفع غرامة. تمام؟ تعال نشوف. very good عبد الكافي معاذ. تمام شطورين. إذا 1 and 7. تمام؟ شوفوا هي فعليا بتكون noun
لما يعني تكون اسم لما بيكون شوفوا هون money paid as a punishment، المصاري اللي بتندفع as a punishment يعني as a عقاب، خلينا نقول as معناتها كعقاب، المصاري بتندفع كعقاب او كغرامه هي ايش؟ هي هاي الفاين. تمام. طب الادجكتيف، adjective اللي هي صفه، جيد هاي صفه، تمام، ما لها نوم. هاي كواليتي جود يعني يعني هو جود جيد، تمام، كواليتي كويس يعني الكواليتي تبعيته كويس، الكواليتي تبعيته كويس، تمام. يعني مثلا والله بنشوف شغله هيك جاكيت مثلا والله مخيط منيح، والله والله هاي كواليتي يعني مخيط منيح ما في خيط طالع من هون ومن هون، او والله اذا ما له منيح بقول باد كواليتي، تمام. طيب اكزامبل مثلا مثل ويذر كمان بنقول شو فاين ويذر اذا جود ويذر، تمام. ذو جوده، ايوه قمر شطوره، عم تعطوني الكلمات اللي انا عم دور عليها، الجوده هي هاي معناتها كواليتي، انا شو كنت قلت لكم هي هاي، اي اذا الجوده فيري جود، شطورين كثير. يلا مين، شو معناتها مين، شو معناتها مين، في إلى معنيين بتعرفون ومرقت معنا. 3 6 very good very good. ريهام يوسف رغد. طيب شوفوا إذا هي يا أما بتجيب معنى يعني شو أنا عم بعني، قصدي يعني ماذا أقصد، أنا أقصد لا أقصد هيك، أو بتجيب معنى بخيل، تمام. طيب أول معنى اللي هو three I mean، I mean أنا أعني، إذا بدي أقول لكم بجملة I mean أنا أعني، هاي اسم ولا صفة؟ والله لا اسم ولا صفة، هاي verb هاي فعل، I mean تمام، أنا أعني كذا، I mean إذا هو إيش؟ verb، تمام. to signify، إيش يعني to signify؟ يعني للدلالة، لحتى يعني أنا دل على شيء، تمام. اذا تو سيجنيفاي لحتى نحن ندل على دلاله معينه بحكينا، تمام. اذا هاي مين، هاي فيرب يا جماعه، تمام، وليس ناون وليس ادجكتيف، تمام. المعنى الثاني هو رقم 6 ادجكتيف، صفه اللي هو صفه البخل، تمام. انكايند، نوت جينيروس، مانو يعني ايش؟ مانو كريم، عكس عكس كريم هو شو؟ بخيل، الله يعافينا، تمام. خلصنا هون السؤال، نروح هلا على السؤال الثاني ايضا بكتابكم الاكتيفيتي بوك بيج 5 2 سؤال رقم 2 question number 2 use one of the words in 1 to 8 d twice in each of these sentences. يعني بدنا فعليا نستخدم هدول الكلمات مرتين بكل جمله ولكن حيكون معناهم مختلف، تمام؟ تمام؟ إذن حنستخدمهم مرتين في كل جملة وحيكون معناهم مختلف. تعالوا نشوف. The judge in charge of the فراغ carried all his documents in a black leather فراغ. شوفوا فعلياً هون أنا شو رح حط؟ case، تمام. مين شافها؟ أنا ضغطت بالغلط على السهم. مين شافها وعم يكتب ليها بس لأنه شافها، ومين فهمانة فعلا؟ إسراء، بسمة، محمد، الحسن، عبد الكافي، very good، تماما. إذا the judge in charge of the القاضي المسؤول عن الكيس، عن الحقيبة، قاضي مسؤول عن الحقيبة وعن المحكمة، صحيح صحيح. إذا القاضي المسؤول عن المحكمة carried حامل كل documents، يعني documents إنه شو، خلينا نقول المستندات أو الملفات والأوراق وشغلاته، in a black leather فراغ، في leather إيش يعني leather؟ يعني جلد، إيش بدها تكون الجلد؟ القضية جلد مثلا يعني، ولا شو الجلد؟ case. إذا شو هي؟ كيس الحقيبة، أحسنتوا. شفتوا كيف استخدمنا الكلمة مرتين بجملة بس كل كلمة معناها مختلف تماما عن المعنى الثاني، تمام. يلا بي
The فراغ here that the crime had taken place on a tennis فراغ. أي كلمة بتكون تستخدموا من هذول الكلمات الأربعة اللي ورجيتكم إياهم قبل شوي؟ أي كلمة؟ Court. Very good. شطورين. سمعنا والله إنه صار في المحكمة. أول شيء هون المحكمة. سمع إنه صار والله في جريمة في ملعب التنس. تمام؟ إذا صار جريمة في ملعب التنس. أحسنتوا. طيب يلا 3 أو C خلينا نقول C. The فراغ weather made me feel happy. الجو اللي ما بعرف شو هو فراغ بيجعلني عملني أنا كتير مبسوطة، خلاني أشعر حالي كتير مبسوطة. But my mood، شفتوا قدامهم إن إحنا نوقف عند الكوما عند الفاصلة، خلاص بوقف بسكت برجع بفتح صفحة جديدة، بفتح جملة جديدة. But my mood changed when the police officer gave me a، لكن مودي مزاجي أنا مودي اتغير when the police officer، لما مكتب الشرطة gave، عطوني فراغ. إيش عطوني مكتب الشرطة؟ for driving too fast. والله عطوني شغلة لأن أنا كنت عم بسوق كثير بسرعة. إيش عطوني؟ very good. غرامة. very good very good very good. ما شاء الله عليكم، كل سؤال أكثر من 20 واحد بيبقى الجواب very good. إذا the fine أول وحدة الجو الحلو والله يعمل لي مزاجي أنا انبسطت كثير. وبعدين أنا مودي كلياته مزاجي تغير لما أنا الشرطة عطوني شو؟ فاين، غرامة، دفعوني دفعوني. تمام؟ يلا دي A. What does this word فراغ، هذه الكلمة ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ What does this word mean؟ شو هاي الكلمة بتعني؟ تمام؟ طيب is فراغ يعني هون نعرف شو الكلمة is the opposite of generous، يعني عكس شو؟ عكس كريم. شو عكس كريم؟ مين؟ هو بخيل. تمام؟ طيب ضل عنا آخر سؤال اليوم، بدنا نعمل اختبار سريع. تمام؟ The first question: correct the verb in brackets. صحح الفعل اللي موجود في الأقواس. I do my maths homework. Can I borrow your ruler please؟ أنا عم بعمل والله أنا ترجمت لكم إياها خلاص، هلأ بتعرفوا الجواب. أنا قلت لكم أنا عم بعمل كيف عرفت أنا أنه هون الجواب أنا عم بعمل؟ كيف عرفت؟ لأنه هون عم بيقول له معلش تعيرني مسطرتك إذا سمحت، معناته أنا هلأ عم بعمل، صح؟ طب كيف بنقول أنا عم بعمل؟ I do، كنا نعملها هاي present continuous، كنا نعملها مضارع مستمر. كيف نعملها مضارع مستمر؟ I'm doing. Doing. Very good. سائرة. ممتازين كلياتكم، بس ما في حدا حط لي غير عبد الرحمن. Am. قبله. ما بصير أقول I doing. ما بصير. مضارع مستمر. ING لحالة. ما بصير. ما بتجي. إلا هذيك إذا كانت noun شيء تاني. أما إذا كانت فعل مضارع مستمر لا. بدنا فعل مساعد هو am. تمام؟ Very good. يلا. اللي عم يسأل أي صفحة فهدول ما عندكم، خلص خلصنا التمارين بالكتاب، هلأ عم ناخذ أسئلة خارجية. يلا 2. The second question translate into good Arabic، ترجم إلى لغتك العربية. تمام؟ يلا he had to pay a fine because he was driving without insurance. يلا ما رح ترجم أنا، أنتوا اكتبوا لي إياها. يلا نشوف مين رح يكتبها أول واحد. Very good. يلا ساجد صار تدفع، صار تبعت كلمة كلمة مشان تلحق. Very good. يلا إذا هو دفع غرامة لأنه كان عم بيقود بدون تأمين، إذا كان عليه أن يدفع غرامة مالية لأنه كان يقود دون تأمين. تمام؟ نرجع هون للسؤال الثالث. يلا يا كرام. The third question. Translate into good Arabic. Into good English. عفوا. ترجم إلى لغة الإنجليزية. إذا إجاك سؤال قال لك ترجم اللغة الإنجليزية. نظام قانوني قوي هو مهم في المجتمع الحديث. ها
هلا هون هيك بفكر شو شوي شوي. شوفوا كيف فعليا المجتمع الحديث ايش هو؟ هو مودرن سوسايتي صح؟ طيب نظام قانوني قوي، a strong legal system، system نظام، legal قانوني صفة، strong قوي تمام؟ ما بنسى a strong legal system. طيب هو مهم is important في in المجتمع الحديث a modern society تمام؟ very good فاطمة علاق كتبتها أول واحدة a strong legal system is important for a modern society very good تمام. And now question number four. The fourth question is choose the correct answer. اختر الجواب الصحيح. Many people believe that the worst crimes are murder and other violence ولا violent acts. يلا أي واحدة بتكون تختاروا؟ العديد من الناس بيعتقدوا أنه أسوأ الجرائم هي القتل والأفعال violent. Very good. Two أحسنتوا violent اللي هي إيش؟ العنيفة. طب ليه ما اخترتوا violence؟ يلا قولوا ليش ما اخترتوا violence؟ آها ما قلتوا لي ليش ما اخترتوا الأولى؟ لأنها عنف، لأنها noun. لا تقولوا لي أنها عنف لأنها noun. إحنا ما بدنا noun، إحنا بدنا adjective. يلا يا كرام. The fifth question سؤال خامس. What does the word ruler mean? إيش بتعني كلمة ruler هون تمام؟ Tutankhamun was a very famous Egyptian ruler. شو يعني هون ruler؟ Very good. أحسنتو. إذن someone in charge on a country. رئيس دولة تمام؟ هذا رقم واحد. نحن حقلنا هون فعليا الجواب الصح اللي هو رئيس دولة. طيب في إذا إجاكم خيارين عم بيقلكم أي واحد هو فعليا هون لازم يكون سؤال choose. اختر أي جواب صح. طب رقم B straight piece of food or plastic to help you draw straight lines. يعني قطعة من الخشب مستقيمة straight مستقيمة or plastic بلاستيكية لحتى تساعدك أنه أنت ترسم خطوط مستقيمة straight lines. أي جواب هو الصح اللي هو جواب A. very good. thank you very much. كان درس كتير حلو وممتع معاكم. شكرا لكم.